طبعا مشاهدينا الكرام، ولايتنا اليوم هي الفيحاء، والفيحاء هي المعروفة طبعا ولاية سمائل العريقة. هذه الولاية جميلة، هذه الولاية أيضا تزخر بالكثير من الموروث القديم مشاهدينا الكرام، وأيضا هناك يعني أسماء كثيرة من العلماء اللي حقيقة خرجوا من هذه الولاية، وحقيقة يعني تاريخية ولا زال لهم الكتب موجودة. وأيضا هنا مشاهدينا الكرام في هذه الولاية لا زال الموروث موجود حقيقة، من خلال ما نشاهده أيضا الآن مثل ما أنتم تلاحظوا، أنا الآن في سوق العلاية في هذه الولاية. طبعا في جميع ولايات سلطنة عمان يعني المعروف أيضا في سوق العلاية وأيضا في سوق أسفالة. نحن اليوم في سوق العلاية، هذا السوق مهجور قديم تراثي، أيضا هو من الطين مثل ما أنتم تلاحظون. اخترنا مشاهدينا الكرام يعني مقدمتنا عن هذه الولاية تكون في هذا السوق القديم، لأن وجدنا فيه شيء موجود داخل هذا السوق، وهذا الشيء يعود إلى مئات السنين مثل ما أيضا السوق يعود إلى مئات السنين. الشيء هذا راحين نتعرف عليه، وراح نتعرف يعني على الأسباب اللي وضع لها وكيف كان العمل فيه من خلال تجوالنا داخل هذا السوق. خليكم متابعين رحلة القفار. طبعا مشاهدينا الكرام في سوق العلاية بولاية سمايل، يعني هذا ما وجدناه هنا اللي يسمى بالقفان. القفان يعني عبارة عن ميزان، الميزان هذا مو مثل أي ميزان، يعني ميزان كبير جدا، ميزان بحجم يعني خصافة، يعني حجم يعني 3-4-5 خصافة ممكن يوزنهن في آن واحد. ليش هذا كان يعني المكان هذا يسمى العرصة على ما أعتقد، هني يبيعون السح في هذا المكان، يبيعون التمر. طبعا خصافة كثيرة موجودة هنا ويتم وزنها بهذا القفان اللي أنتم شايفينه الحين، الميزان اللي هو موجود في الأعلى معلق، وعمره يعود إلى مئات من السنين حقيقة، يعني لازال اليوم موجود ومربوط بسلسلة قوية جدا في الجذع اللي هو أعلى السقف. يعني هذه تحت فقط اللي وجدناه موجود هنا ومندثر، يعني حتى هو موجودة تحت التراب لأنه لما طاح السقف عليها غطاها حقيقة، اللي هي أحدى اللي هي القفة أو الكفة، الكفة اللي هي ليش سموها قفان، أعتقد قفان يعني قفتين أو شيء، قفان هي كفة، إحنا نسميها كفة الميزان، كفة أو طفة ميزان. أيوة نعم. زين، إذا معناه إحنا حصلنا مشاهدين الكرام على هذه الكفة واحدة فقط، طبعا لها أربع زوايا، الزوايا هذه أيضا تمسك سناسل قوية مو أي سلسلة حقيقة، وهذا طبعا يعود إلى مئات السنين.
وجدنا هذه تحت يعني الركام اللي موجود هنا من جذوع ومن اللي هي ما خلفها السقف لما طاح تحت. أما الثانية أما لا زالت أيضا موجودة تحت، ولكن حقيقة احنا فقط قدرنا نظهر هذه علشان نراوي أيضا المشاهد، والمشاهد يقعد يشوف ويتعرف كيف هي الكفة اللي يوضعون فيها الجربان السح. فلذلك مشاهدينا الكرام الوزن الثاني أي ما يقابله هي حصاة كبيرة وزنها معروف بالنسبة لهم، هذا الحصاة تساوي 5 جربان، هذا الحصاة تساوي 8، هكذا يعني عندهم أيضا يعني مسميات في الوزن قبل اللي هي يسمونها القلة، واحدة يعني القلة تقريبا 10 أمنان، وعندك أيضا البهار عن 100 من. خلال هذا السوالف مشاهدين الكرام راح يتكلم حقيقة عنها يعني أحد أهالي ولاية سمائل اللي راح إن شاء الله من خلاله نتعرف على الولاية بشكل عام قديما حسب ما يتذكر، وأيضا نتعرف على السوق اللي هو سوق العلاية وأيضا سوق أسفالة في هذه الولاية. معاي الفاضل سعيد السيابي، حياك أخوي سعيد. حياك الله. الله يعطيك العافية. يا مرحبا بك. الله يعطيك الصحة والعافية. يعني ما شاء الله أخوي سعيد، يعني لما الواحد يعني يعود إلى ذاك الماضي يحس بحنين. نعم. يحس حقيقة يعني وحنا موجودين داخل هذا المكان وقاعدين نشوف هذا، يعني نتخيل كيف كانوا أبائنا وأجدادنا الأوليين هم موجودين هنا. نعم. ويبيعون والسوق ساير ويا يعني سوق جميل، أنا أتصوره في ذاك الوقت كان السوق. نعم هذا. نعم بلا شك. وأيضا حرك يعني سوق كبير، يعني واضح أنه سوق كبير جدا. ولاية سمائل ماشي فرق بينها وبين الولايات الثانية كسائر الولايات. صحيح. ولكن كل ولاية تشتهر بتراثها، يعني في فرق عاداتها وتقاليدها هذه الأشياء. نعم. هنا ولاية سمايل في سوق السفالة طبعا موجود. ايه. تسمع ثم هذا سوق العلاية. العلاية نعم. هذه اللي نحن الحين فيها اسمها العرصة. العرصة. هذا العرصة تأتيها التمور من كل مكان. من سمايل. من المواطنين. نعم. أصحاب الأموال. ايوه. كالفرض. ايه. والمبسلي. جميل. ونخل الثاني. نعم. تسمع ثم إنه يجمع هنا. فالقوافل اللي تحمل الى 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 ولايات ثانيه او نعم. الى مسقط بالنفس نعم. تاتي الى هنا يشيلون السح من هنا. جميل. ثم انه يوزن، ما يوزن بالمن. أيوة. يوزن بالبهار. بالبهار ابن يعني البهار 100 من مثل ما تكلمت انت سابقا. نعم. وعشان كذا يحتاجون الميزان الكبير مثل الميزان البفان. كبير ومثل ما تفضلت يعني هذا يحمل الى 3 جرب 4 جرب او 5 جرب في الوزنه الواحده. نعم. تسمع وتقابل الطفه الثانيه، لكن مع الاسف لان مثل ما قلت من دثر. نعم ماشي بس وبقة الاثار موجوده لا تزال فيه. جميل. لكن يعني هذا اخوي سعيد يعني اسمحوا لي يعني انتم في ولايه سمايل. نعم. يبقى هذا موروثكم، هذا موروث تاريخ هذا على فكره. بلا شك. يعني هذه لما نشوف نحن هذه الكفة يعود عمرها إلى مئات السنوات. نعم. صنع خالص محلي, محلي واضح محلي يعني محلي. صنع الآباء والأجداد من ذاك الخشب اللي هو خشب أسلوب الشجر. نعم هذا. نعم نعم صح. آه زين. وأيضا هذا كذلك صناعة أيضا محلية تعود نعم إليهم. نعم. يعني هذا يفترض أن نكون محافظين حقيقة بلاشك. يعني صحيح. والله بأمان يعني تاريخ هذا ينظف، هذا يدور ابحثوا عنه. أنا أقول ابحثوا عن الكفة الثانية بعون الله. نحن قائمين والسناسل بالوقت. اللي نعم. تمسكها وهذا يعني يظل معاكم أنتم موجود هنا تاريخ في نعم. تاريخ الولاية هكذا. هذا السوق بني قبل أكثر من 400 سنة. ما شاء الله. موجود واضح. على حسب التاريخ واضح، ولكن الحمد لله. نعم. بيود صاحب نظرة الثاقبة. نعم صاحب الجلالة. نعم. نعم. تسمع عمل سوق جديد نعم. والناس تحولت من وإلى. صحيح. تسمع لكن عاد ما نظروا يعني نظر إنزين. تسمع يعني ما شاء الله أنا أقول أخوي سعيد يعني الأوليين نعم نعم صراحة ما قصروا معنا. أكيد. ولكن عاد صار القصور من وين؟ مننا نحن. لأن هم كانوا معتمدين على الذات. نعم معتمدين على الذات. الله على أكبر. الله أكبر في كل شيء في كل شيء. نعم. يعني أصبحوا هم كانوا معتمدين على نفسهم. على نفسهم. وصلنا نحن معتمدين على الغير. الغير. فلذلك هذا الشيء يعني يعني بصراحة يعني ما محسوب لنا نحن. نعم نعم. محسوب علينا. صحيح. محسوب ضدنا. صحيح. يعني لو ناخذ من آبائنا وأجدادنا ما كانوا يعملون وحنا نطور
نعم نطور العمل هذا أكيد أكيد نطور ما كانوا يعملوه بطريقة أيضا يعني حضارية بطريقة نعم جديدة بطريقة علمية صحيح. احنا أكيد رايحين أيضا نحافظ على موروثنا صح ولا ثم إن ما احتجنا إلى حاجة من برتينا الله أكبر كن معتمدين على أنفسنا للأسف الشديد وخيرات عمان كثيرة كثير جدا نعم. طيب سمايل قلنا زراعة كان نعم النخيل والليمون وغيره هكذا نعم. بالنسبه لي يعني الاشياء الاخرى من العادات والتقاليد يعني هنا في ولايه سمايل بحصونها والقلاع قلاع جميل تسمع وكما افلاج تعلم لان الافلاج فيها فلق السمدي معروف في ولايه سمايل وغيره لا زال صيد السمدي يجري نعم يجري الحمد لله ولا يتاثر بالمحل قليل يعني الحمد لله الحمد لله اي نعمه هكذا تسمع ثم انها الزراعه الحمد لله لا تزال قائمه يعني طبعا. في ناس مهتمين بالاشياء هذه ولا ولا يزال وكذلك تسمع من اثارها القديمه كمسجد المضمار وهو مسجد مازن مغضوم الصحابي نعم. نعم. نعم هو موجود هنا في سمايل لا زال نعم. يبقى ك... ك... كاثر باقي كاثر موجود مسجد لا يعني صلي فيه موجود ما شاء الله نعم. رمم نعم رمم, رمم. على... نعم هذا الشيء يحسب ايضا لحكومتنا الرشيده حقيقه يعني مثل هذه الامور يعني نحن دائما وابدا نقول جزاها الله خير نعم. الحكومه ما هي مقصره بالزخارف القديمه ايضا بالزخارف القديمه كيف ما كان يعني كيف ما كان بس فقط يبقى على الدور الباقي على المواطن على المواطن اذا هذه دعوه ايضا اهالي سمايل الفيحاء يعني انكم تحافظوا على موروث اباكم واجدادكم لانه سمايل فيها الكثير من الموروث الماضي القديم اللي يحتاج إلى حقيقة مزاولة اللي يحتاج إلى إحيائه من جديد إذن مشاهدينا الكرام أنا الآن في المكان اللي كنت أتكلم عنه قبل شوي بالضبط والأكلة اللي راح اليوم إن شاء الله تعالى يعني من خلال الجلسة هذه مع الوالد عبد الله بن علي بن عبد الله الندابي راح نتعرف على الأكلة ونتعرف على مقاديرها وكيف كانوا يسووها وطبعا الأكلة علشان أني أوضح لكم المسألة هي حلوات الكبش يسموها حلوات الكبش طبعا كل القدامى يعرفون إيش هي حلوات الكبش اليوم راح نتعرف على الحلوى وراح نتعرف على مقاديرها وكيف صنعها وراح ان شاء الله نسولف مع الوالد عبد الله وراح يخبرنا لانه هو الخبير في صنع حلوات الكبش هنا في ولايه سمايل حياك الله ابوي عبد الله طيب شو اخبارك طيب خير عساك الله. بخير خير الله يطول عمرك كيف حالك الحمد لله كيف حال صحتك الله يسلمك الله ينعم عاد انا وانا اسولف عن حلوات الكبش اتجرع اتجرع نعم ها نعم. أه؟ نعم يعني بتلذذها يعني نعم نعم اي والله ان شاء الله بتلذذها الله يعطيك العافيه ان شاء الله ابوي يعني نعم. حلوات الكبش يعني نحن حقيقه نسمع عنها نعم وهذه تعتبر من الموروث القديم صحيح اللي كانوا الأهالي أول يعيشون عليها ريوك أكيد ها؟ أكيد ما كانوا يتريقوا بها أكيد كانوا يتريقوا منها وكانوا يتعالقوا بها وكان يعني يأكلوها علشان يستعملوها حال قوة الجسم جسم شو يعني أيوة. مفيدة مفيدة جدا مفيدة يعني جدا مفيدة جدا نعم. يعني جميل حلوات الكبش حلوات أيضا في عندكم حلوات الكبش وحلوات الثوم وحلوات البيض ها. يعني هذا يعني كثير أول الشياب هذا ما يدروها أبدا ما شاء الله ما يدروها كانوا جلستهم ريوقهم قبل نشر العمل أكلهم سايرهم قايهم كل شيء جميل. يعني هذه الأشياء هم مستعدين فيها ما شاء الله يعني من الأشياء من الموجودة في البيت موجودة ما شاء مرة الله. هذا الخواريف موجودة السمن موجود الثوم يزرعوه حدهم موجود كان ماشي خير معنا مستورد ماشي مستورد كان الخير ذيك اليوم متوفر الخير متوفر زيادة من لازم زيادة من لازم انزين اليوم الحمد لله أنه يعني بقى حد بعد يسويها يعني الحمد لله ورثناها يعطيك العافية من الشياب هنا ورثناها الحين المشاهدين نعم طبعا نحن اليوم القفار برنامجنا هذا اسم القفار اليوم نحن وصلنا إلى ولاية سمايل نعم ونحن نقفر في هذه الولايات في السلطنة وندور فيها ونبحث عن الموروثات القديمة نعم اللي كانوا يعملوها أهالينا وعاداتهم الأولية نعم اليوم نحن في سمايل اخترنا حقيقة يعني ما أنك أنت رجل
يعني خبير ووارث هذه المسألة. الحمد لله. نعم. اخترنا أيضا أن نعرف المشاهد على حلوات الكبش. نعم. وكيف هي مقاديرها وش اللي يعني يصنعونه منها. نعم. وإيش الأشياء اللي تنحط في هالقدر. نعم. راح اليوم من خلالك إن شاء الله نتعرف. أمين إن شاء الله. إنزين الحين كنا جاب اللحم. جايب اللحم. هذا نعم. طبعا من الأشياء اللي تتكون حلوات الكبش. اللحم نعم. هذا نعم. كله يسوي ولا؟ هذا كله يسوي الكبش. هذا كامل إحنا نسويه. الكبش يكون عمره هي. ما يقل عن 7 شهور 8 شهور. ما شاء الله. الذي هو يبغى منه الإفادة. هذا طبعا. وأما إذا كان باغي يتمتع كان من 2 أو 3. لكن هذاك ما في قوة. صح. فالقوة الكبش هذا عمره 8 شهور. نعم. زين إذا أنت أطلقته داخل السرح الغنم هي. يكون يلحق في الغنم. نعم. أو في 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 الضان هذا هي. يلحق. لكن الكبش الذي ما يلحق ما في قوة. يستعملوه الشياب هذا لمتعة. صحيح. يتمتعوا فيها يأكلوها يطريقوها. لكن مع السوالف باغي منها وطالب منها علاج أو طالب منها سر يكون الكبش من المذبحة إلى عسقة الذيل. من وين؟ من المذبحة إلى عسقة الذيل. الله. زين. هذا الكبش حد السيري باله يكون مرة يكون كامل. نعم. والشخص الذي هو طالب العلاج من حلوى الكبش. نعم. يسميوها حريمة. فالحريمة هذه زين مثل الخارث. أيه. الشخص الذي هو بيتعالج أيه. مثل الخارث. أه. يمتنع علات الأشياء الذي هي باردة أو الأشياء الذي هي مثل خضروات ما خضروات. فهذه يستعمل حلوى الكبش كامل الكبش. والكبش ما يقل وزنه عن 3 منان ونص. 3 منان 3 ونص يتراوح إلى 4 ربما. لكن من 4 وفوق إلا معنوي ثاني. يعني كلها مسألة مقادير. يعني مسألة ثاني. الكبش الحائل هذا يلا معنوي ثاني. والكبش الذي عمره 7 شهور أو 8 شهور يلا معنوي غير. جميل. فهذا هو الذي للدواء أو للعلاج هو الكبش هذا. زين أبوي. الذي عمره 7 شهور. الحين حطوا نعم اللحم. اللحم. لحم. يبغي له تقريبا كم من يبغي الوقت؟ يبغي له تقريبا هو مدة يعني طويلة ما تقل على تقريبا 4 ساعات. 4 ساعات. 5 ساعات. أو إيه يعني ساعات. أربع ساعات لين يحط اللحم ولا لين المقادير هذه؟ لا 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 يحط اللحم لين يطلع هذا اللحم كامل ونطلع العظم كأن العظم هذا من العام. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما لاحظتوا انتظرنا يعني فترة طويلة حقيقة حوالي الحين يعني 4 إلى 3 ساعات لما خلصنا. الحين مثل ما لاحظتوا قبل شوي كان الوالد أيضا يعني يصلخ العظم. شوف العظام كلها من الذبيحة كاملة انصلخت بالطريقة هذه لأن النار كانت وايد قوية. وأيضا مع الخلط المتواصل والتقليب للحم اللي هو بدون عظم هكذا أصبح اللحم مثل ما أنتوا قاعدين تشوفون الآن أمامكم على الشاشة. أصبح اللحم بشكل مهروس. الحين بنبتدي نعدل المقادير. أولا المقادير نعم نبتدي هذا الزعفران ماي ورد ماي ورد الجبل ماي ورد مع الزعفران مع المورد ماي ورد الجبل نعم ماي ورد جميل جميل ومع الزعفران هي كلها هذه الغرشة تصبها كلها الغرشة هذه كلها يعني كل شيء بمقدار ترى صحيح صحيح فهذه احنا خلينا من امس عشان الزعفران يمزق في المورد الله عليك وبعد هذا المورد يكون يمزق في اللحم جميل ما جميل ما المورد في صوب واللحم في صوب صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحين احنا نصب هذا الماء الورد الله والزعفران حتى اللون فعلا ممتزج يعني زين زعفران مع ما ورد الجبل إذن مو أي زعفران مشاهدينا ترى لازم يكون الزعفران زعفران هذا شعر هذا الزعفران نعم أي نعم مرة نعم, نعم واضح واضح زعفران واضح هذا إيراني أصلا واضح أبوي ما شاء الله عليك يعني أمورك كلها ما شاء الله في السليم هذا حتى الصبيغة باينة على الغرشة لا زالت يعني
قوي. هذا الزعفران شوف واضح. آه. واضح شوف الرائحه فيه ما شاء الله ممكن. اصلي اصلي 100%. نعم 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 الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه. زين بعدك تزيده يعني تزيده زعفران طويله. هذا شعر هي. ومن بعد ما حطينا هذا وش بنحط؟ الحين ننتظر حتى يكون الماء الورد يتقلب معه يتقلب ويصير جسد واحد. ايه وبعد ما ينشف نعم الماء الورد من اللحم. ايه وعدنا هنرمي عليها الخلطه. الخلطه هذه جميل. غايتنا بنقط الخلطة نقليها الحين الخلطة. إذن الخلطة الرئيسية مشاهدينا الكرام اللي هي عليها الأكمال حل الحلوات. نعم الحلوات الكبش الحين راح الوالد بذرها مرة واحدة كذي بيدك. آه جميل جميل مقدار يعني. إذن بالطريقة هذه مشاهدينا الكرام تشوفون هذه الخلطة هي اللي تكمن فيها أسرار حلوات الكبش كلها بالطريقة هذه. والتقدير من عندك ابوي؟ التقدير هنا من عندي. جميل. انا الحين الكبش هذا وزننا لحم كم من؟ وزنته هذا تقريبا 4 تمنان. 4 تمنان. 4 تمنان. جميل. هذا عمره 8 شهور بالضبط وزياده بعد في شويه. ايوه. زين فهو هذا الذي عليه الاعتماد عمره. نعم. 8 شهور. ايه. والوزن يعني 4 بيكون تمنان. بيكون افضل يعني. يكون افضل شيء. افضل ايه. افضل هو. الحين بنوضع شو سمن ولا عسل ولا شو؟ نوضع السمن. سمن؟ ايوه. يلا هذا هو السمن ابوي. السمن هذا سمن المحلي سمن بقر مشاهدينا سمن بقر محلي. نعم. ايوه الحين هذا كله ابوي بنعقه ولا؟ كله يحتاج هذا. ما شاء الله. ايوه. اذا اللحم هذا 4 تمنان. ايه. يبغى له سمن. يعني حوالي كيلوين. ايوه. ما شاء الله. زين. إذا مشاهدينا الكرام بالطريقة هذه يعني عبارة خلاص انتهينا من التقليب الأخير اللي بامتزاج كل ما وضعناه من خلطات مع اللحم والحين أصبح جاهز إلى المرحلة ما قبل الأخيرة اللي هي مرحلة العسل اللي راح نوضعه. ولكن عاد السؤال يبقى العسل كم غرشة عسل في كبد هذا المرجل تتوقعون كم؟ يعني تقريبا حوالي من 6 إلى 8 غرشات عسل داخل هذا المرجل. الحين بيصبن الوالد هني وراح ان شاء الله تعالى تكون هذه المرحله قبل الاخيره. غايت ابوي؟ غايت. نعم. يلا الحين بسم الله نبطل العسل. اذا نبطل الغطيه. يلا نبطل الغطيه مجهزين هنتين. ها وانا اخذ هنتين. ها ونصب رباعه. نصب رباعه. يلا بسم الله. مثل ما ملاحظين على البرد. على البرد؟ اه بيتوزع العسل يمشي وحده. الله عليه. الحين 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 الهيل داخل الهيل. الهيل نعم اخر مرحله بعد ثواني شوي حتى يكون تخلط بالعسل. اسمنا 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 ما قصر سليمان وتخالط العسل باللحم يعني ما شاء الله اختلط الحين اللحم والعسل والسمن والثوم خلاص الحين المواد صارت الحين ما تعرف من اللحم من ابدا من العسل ابدا الا جسد واحد جسد واحد ما يبقي معنا الا الهيل. بسم الله الرحمن الرحيم ونضيف عليه احنا نرمي الهيل. هذا هو الهيل نكهة الهيل نكهة الهيل ما شاء الله ما شاء الله. الآن أيضا مشاهدينا مثل ما تلاحظوا أيضا الهيل لازم يمتزج مع الخلطة دقيقتين. نعم تطلع الرائحة هذه. الله أكبر رائحة الحلوة هذه تطلع تشمها يعني تو بعد بنفسك يعني. واضح واضح بدت الحين ما شاء الله. ريحة وايد جميلة. وايد يعني طيبة. مشهية ريحة طيبة جميلة جدا حقيقة مشاهدينا الكرام يعني الله.
هذاك ترزاه كامل هذه؟ لا ما ضروري كفايه. هاي كفايه؟ كفايه نعم. ما شاء الله. الحين هذه الحلوه عباره احنا ما نقدر نضغط عليها حتى يكون تسكن في القدر زياده. اذا احنا ضغطنا هذه بتتخمر. زين تخلوها براحتها هي ضغط على نفسها براحتها ايوه علشان ترتاح. ومثل ما قال الوالد عبد الله ايضا انها ما تؤكل يعني في كل وقت، يعني تؤكل في اوقات معينه وبمقادير معينه، وايضا تحتاج مشاهدينا الكرام الى حركه جسمانيه، يعني ما تؤكل وانت تجلس تنام بها، لا تحتاج حركة يومنا بآبائنا وأجدادنا القدامى، لأنهم كانوا يأكلوا هذه وهذه أكلهم كان ربما يكون يعني الشيء الوحيد، يأكلوها ومن ثم يقوموا إلى ميادين عملهم، يعني يشتغلون اللي في مزرعة واللي في بحر واللي في غيره، فلذلك يعني كانت الحركة عندهم مستمرة. إذن مشاهدين الكرام كانت هذه وقفتنا مع الوالد عبد الله بن علي بن عبد الله الندابي، ونحن في سمايل القفار لا زال هناك يعني معه مشوار في هذه الولاية. تابعونا ونشوف نقطتنا الثانية وين. مشاهدينا نحن انتقلنا إلى موقع آخر هنا في ولاية سمائل، قفرنا على شيء ثاني، شيء حقيقة كانوا الآباء والأجداد في الزمان القديم يعملوه، يستفيدون من السح اللي موجود معاهم لاستخراج اللي هو عسل الدبس. الطريقة هذه كانت تسمى قديما هي عملية النضد. النضد كانوا يعملوه أيضا هنا في ولاية سمائل، وهذه الغرفة اللي كنت أنا داخلها أي الصفة كما كان يعني قديما تسمى، كان هذه الصفة مخصصة لعملية النضد. أنا كنت جالس أشوف داخل هناك الطريقة اللي راح تشوفونها بعد شوي بإذن الله. الحين مشاهدينا الكرام هنا لاحظ الوالد خلفان بن نصير السيابي هو موجود هنا وهو اللي متخصص في هذه العملية، والحين مثل ما تلاحظوا ما شاء الله عياله هم اللي يجيبون السح وعلى الثوج وينكلونه نعم داخل السمة بالطريقة هذه مشاهدينا الكرام، ويقوم هو بكناز هذا السح داخل الجراب. أيضا مشاهدينا هذا بالطريقة هذه قبل لا يكنزون أو بدون كنز يسموه وضيع سح أو وضيع فرض، أما بالطريقة هذه اللي عند الوالد خلفان الحين هذا راح يكنزه أي يدرنه، يعني هم يسموه كناز أي يسموه دران. بالطريقة هذه يسمى جراب سح، المكنوز أي المدرون يسمى جراب سح، أما اللي غير مكنوز هذا يسمى وضيع سح سواء فرض أو غيره. طبعا عملية الشك مشاهدين الكرام ما عملية همجية، إنما عملية لو تلاحظون طريقة الشك هي نفسها اللي قاعد يستمر عليها، يأخذ خوصتين خوصتين من جهة اليمين ومن جهة اليسار، بس فقط يعني يأخذ خوصة واحدة مثل ما أنتم قاعدين تلاحظون الآن، ومستمر على هذه العملية إلى ما يخلص الجراب إلى النهاية. إذن في الحالة هذه راح يأخذ على جمالية أيضا في الشك، يعني واضح جدا. الحين كذا بعد شو بقى؟ الحين بتدرن؟ الحين عملية الدرانة بقى يعني بقى فتحة بسيطة فقط علشان يدرن فيها بواسطة هذا اللي هو المقشاع الموجود. مال شو أبوي هذا؟ يعني مال أي شجر هذا؟ هذا حي الله شجرة اللومه، اكثر يستخدم اللومه مال لوم. اي اذا من شجره اللومي ياخذونه عادي، يعني هو يقول مال اي حاجه ممكن يصير،
ولكن هم يستخدمون أيضا الصلب هذا من شجرة اللومي. هذه عملية الدرانة مشاهدين الكرام علشان أنه الجراب ياخذ أكبر كمية من السح. في الحالة هذه يعني يضغط عليه بواسطة المقشاع هذا ومن ثم يدرن. ما أحسن ندرن الحين؟ ها؟ درن عادي. يلا أيوة، هذه هي عملية الدرانة، وهو يقعد الحين يضغط عليه بواسطة هذا المقشاع اللي هو من اللومي، وهو يزيد سح، وهو يدرن وهو يزيد سح، وهو يدرن وهو يزيد سح، وبعدين يعني يترس اللي هو الجراب من ثم يكون مليان. هذه مشاهدين الكرام بالطريقة هذه عملية التكسيف اللي يقوم بها الوالد خلفان الحين، اللي هي يعني الزوايا الجراب يكسفها على داخل القصد بالحصى، يضربها ويكسفها علشان يكون في فرق ما بين الوضيع وما بين الجراب. إذا أربع زوايا يضربهم بهذه الطريقة علشان يدخلهم على داخل يتكسفون، يظل الجراب بالطريقة هذه بدون زوايا حادة، إذا بشكل دائري. هذا الحين أيوة أصبح الجراب جاهز، ويدوسه كذا مثل ما أنتم تلاحظوا، يدوسه بالرجل، أيوة يدوسه بالرجل علشان بس فقط يساوي الانتفاخات اللي موجودة في الجوانب. الحين أصبح انتهينا؟ الحين بنودي داخل ولا؟ ها؟ نبدأ في النضج. إذا انتهى الآن، بنبتدي في عملية النضد اللي بتستوي داخل هنا. بندخل داخل مع بعض الحين مشاهدين الكرام، وبنشوف التجهيزات لعملية النضد، وبنشوف كيف الطريقة. خليكم تابعينا وتعال داخل. إذن مشاهدين الكرام مثل ما لاحظتوا الأولاد ما قصروا، ساعدوا أبوهم وجو ووضعوا اللي هي ال هذه اللي سميناها، طلقنا عليها أبوي هذه الوضايع، الوضايع نعم. إذن وطلقنا عليها الوضايع، لأن إيش هذه ما مكنوزة يعني ما مدرونة، أما هذا هو اللي عملنا فيه سميناه جراب لأنه مكنوز ومدرون. إذن في الحالة هذه مشاهدين الكرام المكان المخصص هذا يسموه طلال، طلال أبوي هذا يسموه طلال، طلال النضد، طلال النضد. العملية كلها عملية نضد، يعني ينضدون اللي هو العسل وعسل دبس. طلال هذا أيضا كله من البيئة المتواجدة معهم، يعني من الشير اللومي وغيره، وأيضا من السعف موجود كذا نعم. بالطريقة هذه وضعوه، بالطريقة هذه خلوه. يعني العملية كيف؟ العملية كالتالي: المكان هذا المخصص للنضب يغلق إغلاق محكوم لمدة 40 يوم، حتى يعني يقول لك منفذ للأكسجين ما يكون موجود داخل هذه المكان، علشان فقط يمنع الهواء ويصير ضغط ويبتدي اللي هو العسل الدبس يبتدي ينزل من خلال هذا المكان ويتجمع هنا وينزل ويروح في الحفرة المخصصة له، ومن ثم هم بواسطة المغراف عاد يأخذونه ويترسون ويعبون فيه القدور المخصصة للدبس. زين الحين العملية مشاهدين الكرام، الدبس هذا لما يبتدي يعني من خلال 15 إلى 20 يوم بتبتدي الجرية الأولى للدبس. الجرية الأولى للدبس تكون خفيفة شوي، يعني دبس خفيف، أما من بعد هذا الجريات الثانية يغلظ، كل ما كان يجي أغلظ أغلظ بكثير. إذا نحن هذه العملية راح نشوفها إن شاء الله، وراح نشوف الجرية الأولى، وراح نشوف الجرية اللي ما بعد الأولى اللي هي الغليظة. الحين أنت خليكم متابعين معانا وننتظر إلين ما يجري الدبس.
وبعد انتظار عدة أيام مشاهدين الكرام تبين لنا الآن اللي هي الجرية الثانية اللي الدبس. الحين الجرية اللي تلاحظون غليظة جدا، حتى تلاحظ النزول هنا ما هو النزول القبلي، هذا أغلظ لأنه عاد متمكن الحين وينزل براحته، ينزل بهدوء. لاحظوا النزول، لاحظوا النزول بالطريقة هذه، ينزل براحته الدبس وثقيل ينبان، يعني حتى طريقة النزول تنبان أنها طريقة ثقيلة. إذن هذه الغليظة، هذه الجرية الغليظة تروح الآن كلها داخل الخابية المعمولة، وبعدين من ثم يبتدي طبعا يظل، بعد يظل إلين ما تترس الخابية. هم يخلوها حوالي 40 يوم من يوضعوا هذا اللي هو الجراب، ويوضعون اللي هو مثل ما أطلقنا عليهن الوضايع، بعدين 40 يوم يعني تقريبا فترة كافية هما بالنسبة لهم إلين ما تترس الخابية. الحين طبعا في النهاية أيضا بيبقى يعني الفايدة موجودة في السح، يبقى السح موجودة فايدة يستخدموه، ولكن أيضا استخلصوا منه. هذا الوليين دائما ما يفوتون مشاهدينا الكرام، يعني اللي يستفيدوا من كل ما هو موجود عندهم، يعني الدبس هذا استخلصوا من السح، بعدين بياخذوا الدبس وبيستخدموه والسح يبقى موجود وبياكلوه. إذن نحن اليوم أصبحنا ربما بعض الأشياء، بعض التفاصيل هذه ما نهتم فيها نقطع، لكن الأوليين لا، علمونا أنك لا تعق شيء، استفيد من كل شيء، هكذا كانوا وهكذا يعني نتمنى أن يستمر الجيل أو الأجيال القادمة على تيمنا على ما كان عليه أباؤنا وأجدادنا القدامى في سلطنة عمان. عملية النضد واخذناها، بقى شيء فيها؟ لا. الحين إذن كذا بالطريقة هذه تبقى العملية فقط عملية الغرف، وبنشوف عملية الغرف مشاهدين الكرام، وخليكم تابعين. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما انتم تلاحظون الان الوالد خلفان يعني قاعد يعبي اللي هو او يغرف العسل ويعبي الجر، يغرفه من الخابيه ويعبي الجر مثل ما لاحظتوا الين ما يترسه. هكذا كانت طريقه عمليه النضج مشاهدينا الكرام، واللي يلفت الانتباه حقيقه يعني لو تلاحظوا انه يعني 99% من اللي موجود هنا من النخله كله، يعني الخصف هذا أصلا مصنوع من النخلة، وعندنا اللي هو السعف من النخلة، وعندنا السمة هذه من سعف النخلة، وعندنا أيضا اللي هو التمر اللي موجود هو فرض من النخلة. إذن شوفوا كيف كانت فائدة النخلة وكيف كانوا آبائنا وأجدادنا يستفيدون منها حقيقة، ومثل ما قلنا سابقا أنهم يستخلصون أول شيء قبل لا يبيعون هذا اللي هو الفرض أو السح، قبل يبيعونه يحطوه هنا يخزنوه فترة، من ثم يستخلصون منه يستفيدون من الدبس، من ثم يهبطوه إلى الأسواق ويبيعوه، كيف ما شاهدنا قبل شوي مسألة القفان الميزان هذا اللي يوزنوا فيه، هذه هي الوظائف الوظائع اللي يوزنونها في هذا القفان، وهذا أيضا الجراب أيضا كذلك اللي ينوزن فيه. إذن هذه هي الطريقة موجودة كانت قديما في ولاية سمايل، ونحن مشاهدين الكرام حاولنا حقيقة نقرب لكم ونوضح لكم الصورة يعني كيف ما كانت تعمل قديما عند الآباء والأجداد، وطبعا استعنا بمن هم لحقوا على هذه المسألة ولديهم الخبرة. إذن الوالد خلفان بن خصيب السيابي حقيقة ما قصر، يعني عملنا العملية كاملة
ونحن شاكرين له. والحين هذه هي طريقة عملية الدبس أو النضد، نضد التمر أو نضد الدبس العسل. إذن مشاهدين الكرام، ولاية سمائل هي تزخر بالكثير والكثير من هذه الموروثات القديمة، وتبقى هناك عندنا جزئية أيضا في حلقة اليوم في ولاية سمائل. خلونا نشوف الجزئية الباقية ونتابع. خليكم مع القفارة. مشاهدين الكرام، مثل ما أنتم تستمتعون الآن هنا في محطتنا الأخيرة في ولاية سمائل حيث الفن، وسمائل طبعا تمتاز أو تشتهر بفن الرزحة مثل ما أنتم قاعد تسمعونه، قصافيات ونايحة، وأيضا هناك الكثير أيضا من الفنون الموجودة في هذه الولاية. اخترنا لكم فن الرزحة. مشاهدين الكرام، نتمنى أنكم اليوم استفدتم أيضا، وأيضا أضفتم إلى معلوماتكم الكثير من خلال تجوالنا في هذه الولاية، ما كان عليه آبائنا وأجدادنا الأولين من موروثات قديمة. اليوم نقلنا لكم حلقة القفار من ولاية سمائل الفيحة، وكان هذا آخر مشوار القفار في هذه الولاية. والفن دائما تعودتوا أنه يكون ختامنا وختامها دائما مسك ورضا بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، أنقل لكم تحيات فريق العمل في القفار، وتحياتي شخصيا، تحيات زميلي في الإعداد خميس المويتي، وتحية من المخرج بدر المعشري، وإخراجا تحية من وليد لوهيبي. ونقولكم تابعوا القفار وين ما صار، ونشوف محطتنا التالية في أي ولاية.